ثابكم الله. يقول السائل: في بلادنا لا يوجد علماء، وأنا أريد السفر لطلب العلم مع العلم بأن والدي غير موافقين، فما العمل؟ إذا كان والداك يحتاجان إليك تبقى معهما لتخدمهما أو لأجل أن تقوم على مصالحهما، فطاعة الوالدين واجبة، تبقى عندهما وأنت معذور وأنت مبرور إن شاء الله، لأنك بار بوالديك. أما إذا كان والداك لا يحتاجان إليك فعليك أن تقنعهما، أن تقنعهما وأن تقول: إذا أذنتما لي صار الأجر لي ولكما، إذا أذنتما لي بالسفر لطلب العلم نشترك في الأجر، وترغبهما في الأجر، وما أظنهما سيمتنعان إن شاء الله.